ونستعينه ونستغفره ونستهديه مدعوه ونستعينه ونستغفره ونستهديه مدعوه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلوه بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلى بيده إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرجو الله سبحانه وتعالى كما من علينا بهذا اللقاء والاجتماع في بيته أن يمن علينا بتحقيق جميع المطالب والأمن من جميع مكارم سعادة المحيا وسعادة الممات والأمن من مكاره الدارين والفوز فيهما والفلاح فيهما إنه سميع مجيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله نعود الناس اللي منا حاضرة الليلة والله وقت جديد تعود عارفة على من علامة الحرمان خلوق نعود مولانا ما أريد به خير نعوذ بالله يعود إلى أحضر مجلس الخير يتم لا محروم وهو حاضر. ما يوفقته لين تفوت الفرص كاملة تفوت عليه هو قاعد. شوفوا أنا ذاك اللاحظ أن بعض الناس اللي يعود ينطلب مولانا فيه واحدين يأمنوا وفيه واحدين يعودوا الله يخرصون يتوب. وهذا يدل على أنه فيه مخالق يعودوا حاضرين وهم محرومين. الناس فيها اللي يختار يأمن وفيها اللي يختار كان مولانا يعطي الإجابة ومخارق أخرين يعود الغريب الواحد حاضر وهو واضح فيه أنه محروم. شوفوني يذكر شيوخ ضم مولانا تفطن الوحدين تأثروا وحدين ما أدخلهم شيء ونين تذكر صيفة ترضي مولانا تفطن الوحدين تمونكوا وتمناوها على مولانا وحدين ما أطرافهم شيء. وهذا يا عباد مولانا هذا قايل لكم كامل هي الدنيا على من الآخر اللي فيها كامل لا بلاغات ما فيها شيء ما ينبه على الآخر ما فيها رواية ما تنبه على الآخر وفر الفسوة هي شنو والدنيا مديورة الآخرة ما هي مديورة لياتها لأن الدنيا فارقة وتاريخها يفرق والآخرة بلا تاريخ ما تفرق دار البقاء أعمارها ما يفرق صحتها ما فيها مرض وقوتها ما وراها ضعف وشبابها ما وراها استكهيل ورزقها ما ينقطع وغناها ما وراها تبرك. الله يا رب اجعلنا من ذلك النصيب. معناها لقاه نحرم منها فقد خسر خسرانا مبينا خسرته نعوذ بالله ضاعت له فرصة ما تعوض. حد سار الطب شاف واحد ينين يتمنى دقيقة واحدة يقول لا إله إلا الله مات لا تلوم اللي عمر واحد يراعي فولات علامات عسرائيل يعرف أنه ذلك مية يتمنى من مولانا أنه يرجع كان ويتوب المولانا ومع هذا مات لا تمعطيها له رجبة. عادي دور يحرك يده مات لي قد يحرك
عادي لا شاه الناموس وعضو في نقر المستشفى ما يقدر يخبط عنه ناموس. عاد كان يقد يتلفت ما تلقى قد يتلفت. كان يقد يصرط متمونك ما تلقى قد يصرط. كان يقد يخرص متمونك عاد عينيه ينزل عليهم الذنبان ما يقد يقمض. هو كامل ذوق يصاوق نافذ الملك وظن انه الفراق اكد على ان هذه دقائق فراق للدنيا. وجاي المولانا ما يعرفش لا هي القاه ماشي انا حباب واصحابه وجايس ملك الملوك ما يعرفش لا هي القاه. ما يعرفش لا هي القاه عند ربي السماوات والارض. كان في الدنيا يراعي فارواقيش اللي ما راضي عنهم مولانا واللي راضي عنه وعند منين يموت ما يلقاه ما هو مخلوق ما يعرف ما هو أوامر مولانا. يا شبر لا عالم الملائكة اللي شوقه ما يخالق لا أوامر تطبق وتوف وانت مخلوق مكتف بيك ألم الموت ما عندك حركة. وقل الناس أقل الناس عليك وقلاك انت عليهم ما فيهم واحد ينفع. الدولة اللي بصناها درتها وبجيشها وبطبها ومستشفياتها وعياطها قران وتملك الوسائل هي أفقرها وذلها وعجزها عن موظفينها السامي. ومع ذا جاي الملك الملوك وجاي الملائكة ما يعرفوا ما هو أوامر الملك. أوامر تطبق بالعجل ولا فيها الجوق. راضي عنك الملك معطيهم أوامر أنهم يتكيسوا معارك. ما راضي عنك الملك خذوه فغلوه اقبضوا يا عدو الله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا الملك وعظمته ما قد خمن فيها دقيق. اقبضوا يا عدو الله. ومن ذلك الوقت هو خذوه فخذوه ولا تنتهي أبدا حتى يعود الواحد يعذب في النار. يطلب أميه يطلب يوكل وكله واحدة يجلع عنه بها ذم الألم من يوم الماء. ونادي أصحاب النار يا أصحاب الجنة أنا في ضعرنا من الماء حق الله أعطونا قطرات من المنبرد وحرارة الموت وحرارة النار. يقول لهم إن الله حرمهما على الكافرين. شين قالوا التمالوكة محرمة وحيلة بينهم وبين ما يشتهون. جميع اللي يبقوا ما يشبروا منه مسألة من سعلموا. الله يا ربي اجعلنا من الخير. ولذلك مولانا يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته. اخزيته ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. رانك شعرت مخزي. الله يا ربي لا تخزينا. ولذلك مولانا يقول ولا تخزينا يوم القيامة من دعاء المؤمنين. اللهم لا تخزينا يوم القيامة. يا مولانا لا أخزيتنا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا قاعد راعي فل يشوط في عذاب مولانا ما هو قد يتوجه فيه. أنا قاعد راعي منت تعذب في عذاب جهنم به في خلاها مقصور تخبه. عالم جليلي وقود بالحيط فيه بطب لأنه ما كان يبلغ دين مولانا وكانت المناكر جاشي يوم على ما يحتمل مولانا ولا يغضب من مولانا. عاش في الدنيا بعلمه وكبر في الدنيا بعلمه ونعطاه ندخل فرص بالعلم ومع ذلك سخر ذلك ليعيش. ما هو ياك دين مولانا يعود كلمة الله هي العليا. هاي ما هي تخمام. هذا ما هو تخمام. ما سخر علمه لأن تكون كلمة الله هي العليا. سخر علمه لأن يكون هو المقال. ودين مولانا ما يشي يعني عالم يركب فوته زينة فخر عاطيتها بالدولة ويعود يأخذ على ذو المبديات اللي تغضب الرحمن وتؤذي عباد الله. لا ناهي ولا منتهي السلطة ما تغير وعلماء ما يتكلم وإذاعة كأنها عمية لا تسمع ولا ترى ولا تبصر. وأمة محمدية أول ما رقالها مولانا أن تغير المنكر ومع ذا المنكر منتشر معروف قدام. كما تعرض البضائع وكما تعرض الفواكه. يا اللي يختار الشابة الفلانية يقبلها والوتر اللي بقات توقف له ولا نأهي ولا منتهي. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع في طائرة ينظر هل هذه أمتي لتحير. هذه أمتي
هذه المادة باسم الحالة تنسب لروسها. أين كتابكم موجود؟ أين السنة الضاعت موجودة؟ أين علماؤكم موجودين؟ لمردة مناس المردة جاية مناس حد شاهد الشوارع ما يتصور أنه بلد مسلم. السيارة تنقر في بنات المسلمين من غير نكير. لا يقول الأجاجل إلى بلد فيه مخلوق يغضب الملي. لا شباب الركع ولا علماء يغضبون لربي ولا سلطة تخاف من يوم الحساب. الدولة عند مرين تنظر مهمل قال يرد صب جيوشها ياكنا تحمي أنظمتها يا غير ما موجودة صنقة واحدة مديورة لعبادة الرحمن ياكنا حماية من شرع وزرع مولا جيش كامل يدرب مديور الله ياك تتم السلاطين في بلايس يا غير ياك شرع مولانا نحمي في الأرض. لا 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 أبدا صندر يخدم ذا النوع من يوم اللي عاد عسكري إلي الرات رات هو ما قد خدم خدمة لدين الله إلي الرات رات من درات قوة تخشنه لهو قوته كاملة ما قد سخر أبدا لأرضاء الرحمن. مرات رات فاش مرات رات الله فيك حصل شيوك يقطع بك مدرتك قوته كاملة ما فيها على كلمة الله. ووزير يعين مين ينقز ومحدا ما طلع خط واحد لدين الله. الله يعطينا خيرها الله يعطينا خيرها عناوين زينة وأمور والله إلا غريبة يندال أهل جد يحد وخضم على الشوارع الليلة هذا ما يعرف هو قاعد في الشوارع والله ما يعرف في الشوارع. المرأة تخرج هو تتزين بكل ما تملك وتنعت رأسها ومطمئن قلبها لأنها ما هي عالمة بمخلوق واحد يغضب المولى ما هي عالمة بمخلوق واحد وهي ما رجع لها حد هي ما رجع هي جاية جاية لها من ديار المسلمين معناها أن اللي يتبلص يدل على الديار جاي متبلص منه معناها أنه ما هو خارج من دار واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة هذه الدار ما هي عاملة من طاعة مولانا ولذلك اللي تطلص تطلص مودوات طلصوا الناس بالخلافي سنة عصر رجال كلها مدحن مزين وماشي يبحن عن المعاصي ونساء متزينات يبحثوا عن المعاصي ودنيا متفرقة كاملة لا ناهي ولا منتهي. اللهم إن هذا منكر فانكرنا اللهم يا رب العالمين قيض لنا حكومة تبلغ دينك وتنشر شرعك وتحكم بدينك وتغضب لك وتغير المناكر وعلماء لا يسقطون على الباطل يغضبون لربهم ويحمون شرعه وطهر بلادنا من كل ما لا تريد به ذلك من علماء والسلاطين فإنهم قد ملأوا الدنيا ظلما وجورا علماء والسلاطين والشرفاء وأولياء وصلحاء. هذا كامل يخوتي العدل من الأولياء والصالحين والعلماء إن العود ما يغجر المنكر شريفي مبدا لا يعيط قيام الأولياء والصالحين شيء يعلمه إلا الله ومع ذلك المناكر تزداد بشكل وتيرة غريبة. ما يقدر يفتحه ويحضر عند من تقضي الضواية الوسط تطرس لهوالك أناس قاع لا حياء له سيارة واقفة ماشية ترفد كما تشاء وعليات مصبوبات ورجال مصبوبين ومع هذا الصنادرة يلودوا من دركانك عندك تاقط وكانك عندك ضريبة البلدي ومن دركانك خاصك تاقط وانفولك كان وبيض الأحمر. يا عباد الله ما هذا ما هذا كأن الجيوش تجيش والصنادرة يكيو والواحد يقبض يقمت ومعدل ويخلص له فاهم انه قايمة في حريق. يا عباد الله حكومة موريتانيا لا حكومة غيرها هذا كامل عالم مولانا اللمحين عند لقاء الله. عالم مولانا يا مخلوق ضربته سكرات الموت وبدأ يفكر في لقاء الله والله ما نافع فم قريب ولا حبيب ولا وظيفة ولا أقرابة يا ذاك كامل اللمحيجي. عالم مولانا يا ذاك اللمحيجي عالم مولانا يا ذاك الندم وخسارة والويل والسبو. يا حد شاه مسؤول عسكري ماشي من مرض مسحوم من الطن الفوت إلا يعرف أنه هنقال واس ولذلك مولانا يقول أما من أوتي كتابه بالشمال
فيقول يا ليتني مذكور فيه السلطات، يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية لو قايسينه الماء، هلك عني سلطانية قاسة المسؤولية. معناها هلك السلطان بالنسبة لمن كان في السلطة، وهلك المال وضاع بالنسبة لمن غره المال. إياك لكامل كتابه بشماله تطفق المال اللي اغتر به صاحبه وصاحب السلطة الذي هلكته. هذا كامل عمارته واحدة بآية واحدة من كلام ربنا. يا ليتها كانت القاضية. معناها يا الله لو مصاب للدنيا عاد الله هي الخالقة، وعاد الدنيا هي الموجودة والأخرة ما هي خالقة به، الويل اللي طرس عليه. ما أغني عني مالية يندم على المالي، وعاد ذاك السلطة كانت تحميه وغارت، وهلك عني سلطانية كان بتهلل سلطة الملك الذي لا يزول. خذوه فولوه كتفنا عدو الله وصبوا عليه أشد العذاب. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخرمه الميعاد. الشوارع غريبة، الشوارع غريبة 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 غريبة. ما يظل مخلوق إلا المكان فيه مادة تغضب الملك. هذا من السفور سافران صيفان من أهل النار يمرهما، هذا المطروس منهم لا يتصور. يا أهل البيوت اتقوا الله في بيوتكم فإنها أوكار للفجور. أنا قاش يا ربي إجساما إياك وحارب بها دين الله في الشارع، وكل وسجي وبلح وسمن وشري الباس الجميل وشري الدهاي واعقل وتات، إياك أنك تحارب شرع الله في الشارع. إديار إديار مقرات شوارع سيارات وحكومة لا تبالي. هل أهل يضرمون عليهم الذل لأنهم أرادوا العزة بتغيير غير شرع المنكر؟ المنكر ما يغيره يغير الله أمورهم هم الخاصة بهم، وإن أرادوها عزة وسلطة ضرب الله عليهم الذل والمسكنة. ما الدليل تعود عزتها ما يمسخرتها المولانا؟ إذا دلها المولانا في الدنيا قاع سابك تموت، لأنها سخرت سلطتها في غير ما وضعت له السلطة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى حد زار الطب يشوف الغرائب، حد زار الطب يشوف الغرائب. مادة جاية منها لا هي توصل لمرضى، وهي والله تجد الشابة تبتسم والشاب يصافح الأجانب، ولقاءات اختلاط وتبحر. يا كان الناس هي أمام الموت وعلامات الموت، والله يا كانها قاع في الخريف وتوف قاع ترتع. مادة انها ماشية تشبع لمريض، ومرة يعود في الإنعاش، ومعادة تعود واقفة قدام غرفة الإنعاش، وما زادهم ذلك إلا استكبارا وعوتوا. ما تعرف قاع عين قلوب المسلمين هذا الموضع اللي ذكر بالآخرة، ويذكر بأنك مزل دورت عقب تنحكم ربما، وتعود انت من نفسك منفردا مع ربك في غرفة الإنعاش. الناس اللي تشوف فمك أعوج تنخلع منك، وإن يبقى معاك الطبيب ينخلع منك، وإن يدخل عليك حبيبك ذا هو وجهك تغير، ولا معروف يا كانك الصقع تبيض وجوه والله تسود وجوه، ومع ذلك تعود انت من نفسك متفقد للجو، ومع ذلك تضحك عن فم الطب، ومع ذا تلوذ للشابة والشابة تلوذ للشاب، والدنيا معارك لا تخاف ربا ولا تخشى دين. يا قوم نشوفوا المسلمين مسلمين ناس ما يتصور لقاش من البلد بلا طبيب، ما يعرف لقاش نشوف. وعاد اليوم الجبي على المرضى نوع من التبرج. الوحدة تعرض سيارتها وتعرض زينتها وجايبة معها صاحبها وصاحبتها، وتوفى أصحاب السوق يعرضوا يتعاركوا من الحميد. ومع ذلك هنا شباو على فلان أرهواكم ما ثلاث عيادة المريض، إنما هي الجولة لإظهار الفساد والموت. وإياك الإنسان اللي في سكرات الموت يغادر الدنيا وقد امتلأت عيناه مما لا يرضي الله. الله إياك ما يمشي بعدين مثل الطب وغرفة الإنعاش عليه،
من وجوه لا ترضي الملك. الآن يقول مولانا مسألة يقولوا له سمعنا وعصينا. انت قلت لنا نستروا للجنود ما نستروا في مال الله يا مولا. قلت لنا ما نحتمطوا من الجانب جايين على جانب وراكبين معاهم سيارات وربما متغدين معاهم بالسحر وجايين عرض المعاصي نوفوا بها عند الباب وتشوف انت ذا كامل سابق تقول تطلع عند لقاء الملك. تركت الدنيا على أسوأ صور. الله يا ربي لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة يا الله يا اللي لا تري خلي حد قاع يشبع على الطب هلي للي نعرض فيه ما هو الخير هذا الشر يزيد المريض مرضا ويزيد البلاء رسوخا إنما يمكن للبلاء الوجوه الذليلة المولانا قد تدعي لك دعوة يرفع الله البلاء أما وجوه تقابل الملك بالعرب للسوء هذه وجوه يصب الله بها البلاء ربما يجيب بها الأمراض ما تعالج وربما يشعر المرض لا علاج له وربما ينزل بلاء لم ينزل قبل لأن المعاصي سبب البلاء متى جايتك كي يفرج الله عنك وهي جايتك تزيد لك البلاء هذا النوع يجيب مولانا به البلاء المبرم اخوتي ايكم ما زار الاطباب ما شاف الطب لا اله الا الله ما هو شي تصور وهرقات له عقل ان قالوا يا اخي اذهب عني كثاني ذنوبي لا تجيب لي ذنوبك يقطع بي لا تجيب لي متبرجاتك وقراباتك بيسة القراب كفرنا بكم ابدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده اطفوا بقرابتكم مسوا اطفوا برحمكم الى عاد لا يتجروني به انا غادر الدنيا وقد امتلأت عيناي مما حرم الله هذا النوع لا ترجى منه دعوة ولا يرجى منه تعزيز هذا النوع لا يشفي الا الامراض بل سبب هو في الامراض يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا كما جعلتنا نتعارف في بيتك نجنا به من كل هو واجعله امنا لنا من كل سوء واكتب لنا به سعادة منك لا شقاوة بعدها وامنا منك لا فزع معه ولا جزع وارحمنا يا رب عند كل موطن انت اعلم بضعفنا وحاجتنا وذلنا وافتقارنا وذنوبنا اغفر كل ذنب واستر كل عيب واكشف كل كرب وامن من كل سوء قد سألناك معترفين بذنوبنا ومعترفين بكرمك وفضلك فإن إبليس لما لعين لم ييأس من رحمتك نسألك يا رب العالمين في هذه الدار الفانية أن تجعل عاقبتنا عاقبة السرور والغلطة والحبوب بلا سوء ولا كدر وأحبابنا وسائر المسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة لا إله إلا الله 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 خلق حد شاف في المخالق لا يحرهم ملك الملك عالم مولانا يا حد يختار يحقر عاقبة الدنيا يكون يشوف الناس متدفقة كامل الشهور مخلوق حضره الأجل هذا ملك الموت اللي ما يستأذن عند الفوق وهذا الملائكة اللي توفاهم الملائكة ظالمي تلو يقولون انت اخبارك تقعد في بليدة ما فيها دين مولا اخبارك من تعود عايش في بليدة راعي في الدنيا والطعلي قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يقول لهم قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها مالك ما تهرم من أرض تراعي في الدين ما يطبق به كافيكم مخلوق يقوصص عند سكرات الموت ما قابل الملائكة يقبض روحه إنني وبخوه يللوه يرد عليه ويفطنه على ما يليق بالمؤمن أن يعيش في أرض يرى دين الله يضطهد فيها ويذل قالوا فيما كنتم انت كنتم منين إلى عاد فيما كنتم كنت في نقر العزيب اللود الوحدات المقيم فيما كنتم كنت رايح للبادية فيها واحدة متعلق بي فيما كنتم خبطت السيارة كان ساري ديك الليلة شهر واحدة في المقاطعة فيما كنتم كنت نحدى البيعة من الربا
فيما كنتم راجع من شور الزنا ما فات استحق، فيما كنتم كارف صنقا مشيت الدولة في أمر لا يعرف فيه حكم الله، فيما كنتم مشاتك تخبط الناس أعطبت مخلوق ما لا تقول للخالق يوم يقوم الناس لرب العالمين. من درا كانت الدولة قد تدفع عنك الحقوق ولا الهدوى حتى عنك حساب الله. قالوا فيما كنتم انت كنت مني، انت كنت مني، يجي له يعلى يرد عليه الملائكة بعد عسابك يموت يوبخ ويرتد عليه ان يقدم على الملك يشكر بالذل والحقار. اللهم عافية. قالوا كنا مستضعفين في الارض ما عندنا حول لقو، ان قال هم لكم ما تهربوا من الارض ما تعدلوا فيها الدين وتقيسوا ليل اخرى تصيب لكم فيها عبادة رب العالمين. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم. يا رب العافية وحسن العاقبة بين يديك واللطف منك وسعادة المحيا وسعادة الممات. اللهم يا رب العالمين كما خلقتنا من غير إرادة منا ولا طلب وعطيتنا الإيمان منك تفضلا من علينا بحسن الخاتمة والسعادة تفضلا منك وإحسان. يا مولانا إنك عودتنا لطفك وحنان، لا تخيب رجاءنا وقد طلبنا، لا تحشرنا مع الأشرار، لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عباد مولانا يجعل مولانا من طلبتهم، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين او واحدين اخرين يعيشوا لا مع الظالمين. المؤمن كافي من طلبة مولانا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اما ترضى انك تعود مع الظالمين وذو قاع يطلبوا مولانا ما يجعلهم معاهم، معناها انك خالقة. يا مولانا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لا تجعلنا مع القوم الظالمين. خلق مساكين عدو به صندر يعطي لوام، وعدو به مسؤول كبير يشار، يسلط مولانا عليه مرضا لا ينفع فيه طب ولا عب. نسأل الله العافية والأمن به. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر كبير، والحمد لله كثير، وسبحان الله بكرة وأصيل. المخلوق عدو به جديد وصحيح، عند من يصيبه المرض يصبح لكنها الربيع حرك عليها الصيف، عاد يأكمل الجمال وعاد يأكمل طيبوبة الحال، عاد يبس ويبس ما ينفع فيه الطب ولا ينفع فيه الأكل الزين، بها اللي دبت فيه حركات الموت. ساعة تدخل الموت الجسم يبدأ قاطع قاطع ولا مرجع، هو ماله به اللي أصيب، هو سجايس عاد يذكر وعاد لا طلب مولاه ربي أخرني إن قالوا ما رب. ولذلك مولانا يقول انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه، ويقول مره اخرى من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، نهار جايك مطرطك ما يقدر يرد لا دعاء ولا عمل ولا صلاح ولا استقامه، عدك بكور نهار في غرد اشهر، واخر النهار انت مفتوح ليك دوله لا اخذ من الف اي لا يئه. مفتوح عليك ملفك من يوم اللي عتباله وانت يقدم لك، لا تنام ليلا ولا نهار ولا تستريح، ملائكة وكتاب مفتوح لك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. يا ربي تايب لك إن قال لك التوبة اغفر باب، يا ربي اهديني خارج الله ذاك اللي فات مضى، يا ربي اعفي عني لك تخطى زمن. هذا هو اللي خمم وحاب قدام ما تنفع عيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصحراء تدعون إلى الله بالبكاء. لو أنكم قالهم تعرفوا الذي نعرف يدنكم تضحكوا قليلا وتبكوا كثيرا وتهربوا في الخلوات تبكوا رافعين أصواتكم كما تبدم جاني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مخلوق لو ود لا إله إلا الله قاد يعني هذا المخلوق ركن يعود في سكرات الموت، يا الله حد يقعد في زر ويلقن، عط الناس ركن تموت ما ترى حد يلقن، لأن تموت في نقر الطب
حلا حلا طبيب وتوف صرت وحبات نفع وما نفع ودار ودق لك شي يعني وانت فهم تتقلب الدور ربك عدت ليه العم الدور لا اله الا الله ما في تعرف لا اله الا الله مني عند منين تشوف ملك الموت وتشوف ذي الملائكة وذي الضيوف عادك بيك ترائي في الطبل هو انت حيل بينك وبين الناس واصبحت لا ترى الا عالم الاخر لانك من اهدارك الدور لا اله الا الله ما في تعرف لا اله الا الله لا اله الا الله يا مولانا لا تحزنا يوم القيامة يا مولانا لا تحزنا يوم القيامة يا مولانا اجرنا من غضبك وعقابك في وحدين الليلة حضروا مجلس وماشيين قايسين معاصي الليلة في ناس الآن موقفين سياراتهم وجاوا على كرعينهم يا حفت وكانوا الليلة طريقهم يشور المعاصي يا عباد الملك يا الله لقاه انتبه الرأس هذه الموت اللي أمس شجرة دافع وعرف أن كل ليلة أعطاك لك من الأحمر أراهم يتمنوها الموتى أن مولانا يردهم ليلة واحدة يباتوا يتعايطوا من ذكر غالين قالهم بعد الموت لا أجل ما فهمش وحرام على قريتنا أهلكناها أنهم لا يرجعوا حرام من مولاد مستحيل أحد قبضته تدنا ترص يتمنى ولا دقيقة منيت واحد يقولوا لا إله إلا الله كان مولانا يفرج بهم عنهم كرب كان يبرد عنهم بها حرارة الموت إلا حر الموت وحد قالوا للناس يوم القيامة تنبعثين قال لهم انتم يا المؤمنين اشبه الشد شريتوه يقولوا ما خارج مسألة اشد علينا من حرارة الموت الواحد ينبعث يوم القيامة له ملايين السنوات ملايين العماء وهو انا من الموت بحروب وراه ما وعذب الا انا من الموت وحد ولذلك المخلوق عند منين يضرب عزرائيل يتغير له ان انت خبط السيارة وتشبع عليه مازال يبطه ولك المخلوق يربي على هي الو ما هم حالي تنضع عليها مستقل لانه تحركت فيه الموت لكن يحرق بحروب يلود لا اله الا الله هو ذيك الساعة كان يجواك مع صاح هو ذاك الوقت كانت تزر اجنبية لا فدها معه يقطع بيك قال لك مولانا انزلنا الحديد فيه بأس شديد تركب على بأس شديد ومعدل معصية شديدة وتضحك لا تستحي وملائكة الرحمن تؤذيهم وملك السماوات والأرض الذي ينعم عليك لا تستحي منه يقطع بك انت في قنبله تتجرع على الملك ولا تبان يقطع بك إلى مزق مولانا عروقهم أعظامكم واخلطهم الاثنين إلي ما فصل بين عروقك انت وعظمك وعظم الأجنبي وكلكم اندفن شوية منه في القرية أكبر ما مفصل بينكم ماذا تقول لرب العالمين يخلي خير وتيتت الحكومة تمزقت وتيتك انت تخبزت وعضانك انت تخبز والاجنبية اللي معاك تخبزت وميتوا ما على اسوأ صوع شريت حد داخل على اجنبية عقاب اللي يتخرص على زرور تكذه وما ترحد اللي يتخرص على زرور تكذه لا ترى احدا تطمئن ومعناها ان الواحد لحد ما يخوفك ابدا لاني ما تفطن ان الناس انها فاطنة لك يعود لباس عندك تستحي من الناس اللي ما ينفع ولا يضر ولا تستحي من ربك يوما واحد ايه انا استحييت من الناس البارح وبالحتر لو عام الاول والمعاصي ما نعدلها قدام ما خصص منها واحد من حياتي من ربي المريقع ما تخمن فيه ولذلك مولانا يقول واما من خاف مقام ربي خاف مقام ربي خايف الله من مولاه الا من يوم يقوم الناس لرب العالمين الا خايف من ذيك الوقفه الى ذا يسول ملك الملوك ده هو قد قدم شيئا لاخره يا مولاه انا لا خايف منه الا خايف من خاف مقام ربي الا خوف من لقاء الملك حد ما فيه نعوذ بالله مخافه ربه هذا لا يرجى له خير ليل ونهار 24 ساعة ما تمرق زكاة أبد عاطيها لك الملك وانت لا دافع الا دافع تزيد الا دافع تزيد مان الله قاع الا من شقاوتك
انك ما تتقي الملك ولا تفطى المخلوق متوجه المولان، ما اصبحت ماكل فيه تطمز فيه وتهينه وتعرضه للخطر وتختار تهينه. لماذا؟ لانك تكره الله وتكره من يتولاه. يا مولانا ما يتوجه شور الملك ولا يفطى المخلوق متوجه شور من؟ نعم كيف هكا يقطع بيك انت قاع ما تخليش من ذوب، انت قاع ما تخليش من وي الملك شي شور ما تتفكر فيه، ومسألة مالي مرتبطة به مخلوق كامل مرتبط به كنت ترتب دار لحية تبارك معه كان الأكرم أمر لابسة لبسة تبارك معه تصنع مخلوق يبلغ دي مولانا تمكن فاقر ولا طبيعتك انت انك عدو بطبعك يا رب عظمك انت فيه العداوة للملك شي كامل قاع وشيف في المولانا ما تحمل قطع الله دابر آمين قطع الله دابر آمين. يا انت تلوذ لله المخلوق كامل وشيف في الملك شي كامل وشيف في الملك ما تحمل وليالك قالك عاد من احب عبدا في الله لا يبقيه مولا الا احبه لله تحشر مولانا معاه يوم القيامه يا مولانا اجعلنا من المحبين والمتحابين واجعل يا رب العالمين لقاءنا مع صفوتك من خلقك من رسل وانبياء وملائكه خارج بعض الصالحين يعود يبكي 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 ويعود يقول يا الملائكه لتكتبوا علي وناشدكم بالله اشفعوا لي عند لقاء الله يا الملائكه لتكتبوا علي اشفعوا لي عند مولانا الى ان قطع هو مسكين وتوقف ملفه وتلله وزقرته يا الملائكه انتم اللي ما تعرفوا ما هو عباده مولانا توجهوا ليه مولانا لاني ماني جاب الاصحاب اللي عرفهم مولانا كانوا معاه مرافقين وفي الطاعه ما هو الملائكه هذه دور باطي دور الله يبرده مدة يعرف انها ترضي الملك بنادم جاعي يلود ينقمر المدة يتحد يبرد عليهم قرب هذا اللي يحرك الزر ما هو مطمئن لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله يا ربي لا تميتنا حتى تقر عيننا وعيوننا بما يرضيك أغلى آياتنا من التمكين لأولياء وتدمير لأعداء وأرنا في هذا البلد وسائر البلاد شرعك مطبقا محكوما به في كل صغيرة وكبيرة قلوبا منورة بنور الوحي عاملة بالشرع مطبقة لأوامرك تقام فيه الحدود وتنفذ فيه الأوامر ويذل فيه أعداؤك ويشرف فيه أولياء أنت القادر عليك سلك كما مننت علينا بحب يالك من علينا بتحقيقه والمباركة به وأنت القادر عليك ولا تجعلنا أشقياء ولا مع الأشقياء وباعد بيننا وبين الأشقياء كما باعدت من السماء والأرض سبحان الله حد يختار يحقر نموه يشوف المخلوق عند لقاء الله يحن اللي ينقالوا فلان والله فلان حضرتها الوفاء هو الوحاد خارجة من النجاسة ما تريد تطهرها عاد الناموس يعضوا ما تريد تضرب عاد الذنبان ينزل على فمه ويدخلوا ما تريد يكفرهم عاد عينيه ما تريد يرمش عاد الصوت ما تريد يسمع عاد الوجوه ما تريد يفاصله عاد احبابه ما تريد يعرف عاد الدمعة ما الشمن عاد الأولاد يتبكر عاد الأحباب في حيرة عاد الطبيب في حيرة وظن أنه الفراق ولا يدري عند اللقاء ماذا يقول ملك الصلوات والأرض يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا كما كتبت علينا القضاء وكتبت علينا الفناء احكم لنا يا رب العالمين بحسن العاقبة يا مولانا احكم لنا بحسن العاقبة الله لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مخلوق ما يغضب المولانا مرة مخلوق ما يبكي المولانا مرة أما يرعي باب مولانا ليذكر في كتابه ما ترى منهم واحد
تعيش صفات عباد الرحمن صفات يتيمة تبحل عرص. كلما نظرت في صفة من صفات عباد الرحمن تعود تتمنى تشوف حد منه. يا مولانا أين الذين يمشون على الأرض هونا؟ أين الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ أين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ أين مادة تشعر بحر النار؟ يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يعدد مولانا الصفات المقربين منه وتعود تتمنى في حياتك تسوي مادة فيها الصفة. الصفة من أين هنا؟ شباب الركع وأناس متواضعين للملك وعلماء يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال الإمام مالك أنه لما دخل على زيد بن أسلم وهو من فقهاء المدينة قال لما إن تفطن للمخلوق من عندي كلمات الزهر لكلمات الزهر وبليد بارد لبليد بارد عرفني إكمال علامة عباد الرحمن. يا عباد الله عسوا مولانا ما من وراء الجنة فإنهم كانوا مترفين أبدا ما كانوا منعمين في الدنيا. ما الله قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل بيارنا مشفقين كنا تعبانين وكنا مخرعين وكنا ما نمت ممكن فمن الله علينا ووقانا على بالزم. ما ذكر مولانا عن الجنة هم كانوا في الدنيا مترفاحين أبدا بهن لو كانت السعادة بالتمانك تمحد الله يخرص في بيات يعود رسول الله عندهم من نصيب ما يقدر. يا عباد الله مخلوق افقد بحالة متقادة والطعام على الطعام والسيارة على السيارة وذا متقادة واللبسة الزينة وذا يتعاد والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحدين يصلوا عوراتهم تراب عاجزين عن ستر العورة عاجزين عن الباس يتفروا بعورات ومع ذا مولانا يقول رجال الصدق وما عاهدوا الله عليه مولانا يشهد لهم بالصدق ومع ذا ما عندهم ستر العورة. احنا موريتاني ما مضيعنا الجهل ما مضيعنا ما هو معرفة اللسان وجهل القلب. لسان عالم وقلب جاهل وجوارح لا تستحي. الواحد اللي تتخرص لهوالك لسان مسجل وانت تتخرص القلب لهوالك حيلة بين القلب واللسان. نعوذ بالله من الحرمان نعوذ بالله من الحرمان. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم معناها مصرين على الذنب العظيم. واحد مثل افلف على ذنوب كالجبال ومع ذا ما ينحل منه. الله يا ربي سترك وحلمك يا مولانا يا مولانا حلمك وتجو يا مولانا انت واسع المغفرة يغفر لنا واستر علينا عيوبنا ولا تجعل هذا العلم حجة علينا اجعله نجاة لنا وامرا ودليلا لكل خير وامرا من كل سوء وانت قادر على ذلك وانفعنا به وانفع بنا واجعله امنا لنا من كل مكروه انك سميع مجيب. قال لما رأيت زيد بن اسلم علمت انه يخشى الله. وكان الرجل قال اذا رأى زيد بن اسلم زيد بن اسلم قال علم انه يخاف الله. ما تشوفه ما عرفت اني املات بخير من مولاه. لا تشوفه قاعد عرف ما تدرك املات بخير من مولاه. كان مالك ان يفضل الناس قام لده يجتمع عليه الناس يتكسر عليه وبعض السلم يهرب عنها يقول الواش يقول لهم خايفكم لا تغرون بكم الاجتماعكم علي الشزين عند لقاء الله. يلا يقول لهم بقى في جدا من الاجتماع والتالي شريانك لكم يزورني. قال مالك 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 من درأ الشزي عن مالك عند من يترين ارتدوا من درأ الشمزي المالك كثرت. قال مالك حوزوا عني يقول لهم لا تطيعوني حوزي عني ايه انا داخل منكم ويك حوزوا عني بعيد. لا اله الا الله ولقد جئتمونا فرادى مخلوقين ترى لهي السلم من الدنيا ينقضى الوحد مالك افتار عليك والله احلاك الطب والله عندك الامكانيات والله الدويل بعد والله ما فرط والله كنت صحيح والله محتاط والله تكره والله بهلك والله عندك عشرة والله بتابع لك من والله تابع والله اي والله ما لا اغنى عنك هذا كان ليه الجزء. يقول مولانا وانت بلغت الحلقومة وانتم حين اطرعوا في ذوك وولاة الموت
وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصر اراعي بين يديكم وقال عليكم احذاركم تردوا عنه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله مخلوق ما يتصور عن حكمه ولا يتصور عن حكمه ما يطبق وراعي في الدنيا لا تنقضى الدار اللي بسرك تنقضى منها واحد البراق اللي بسرك مقضوه منه واحد وملك الموت حال طرق الناس معاه لا مثالة الحيوة لغنم على الذيب الناس طرق مع ملك الموت الا كيف الذيب مع الغنم الذيب طرق الدم الغنم من بل كان يغفل في رصة عليها يحكم واحد إذا يحكم واحدة منها تشفل وتعطي شترة عداوي من ثم تعقف تسحى ولا تفطن شيء تملك وتلا ترزو إذا نملي يقبض منها واحد آخر ويساقطها واحدة واحدة ملك الموت إن يقبض من مدة تعطي الشيء الأسرة بفزيعة والديار اللي بسره خلعا أما هم مغفر لنا وتبدأ تشفي القلوب إن يعني تعطي أيام وحتى يخلص أحد موت الآخر مستأخرة وترزو إن يعني يعقب يقبض واحدة وهكذا تم تساقط إن ما يبقى من هرانة هذا هو حالة الناس مع ملك الموت وقت وعاد بالمدة تفزع ويعطي عنها فترة ترزق وهو يساقطها واحد واحد يقبل الغالي منه ويقبل الشاب اللي عليه عجلون القوة تسلم ويقبل الكهل ويقبل المرض ويقبل الطفيل ويقبل الغالي ويقبل الفقير ويقبل الأحمر ويقبل الأخضر يكن عرف أن كان مجيء وإن العادة التجار باتي بهم فيهم الأشكال كاملة يقيس المقبرة يحب فيها الأشكال كاملة يك عرف أن واحد منها يقبل عينتك راعي استعد ليوم اللقاء وابقى الخارج من ذلك انه مخلوق مسكين يموت ويشوف ينصب عليه القدام كامل من البلاء ومع ذلك يعود ما امرك من الله ومخلوق يسأل له مولا ما امرك من الله وما هو طفلة وضيب الملك والله ولدي ما قد تقرأ شرع الله واصحاب خلاهم من الدار ما ينزل معاه لا يجمع ما هو المعاصي لو قات على لو قات تمضى ما صلى ولا وراه ما هي مسألة ذي ولا من وراه مخلوق طيب يسأل الله له خير ولي تشوف لك واحد يموت من القبيلة عود كان زعيم الشيخ والله حد منها كبير تحصر لك القبيلة موريتاني طاري لها شي عذر كان يموت فيه المسؤول تنصب لك بالوتات شي شف اس جي واس جي ثاني واس جي ثاني وينصب لك كامل بعض محزن ومع ذلك انت تحرص له هي لك الوجوه ما تعرفه بيوت الله قاعد هذا الناس تعرف فيهم امام ما نم تعرف فيهم حد من الخير ما نم تعرف فيهم حد من ذاكرين الله كثيرا ما نم تعرف فيهم القائمين الليل ما نم تعرف فيهم الشباب متواضع ما نم تعرف فيهم مدى تواصل الحق المحال تعرف فيهم واحدين من الدعاة ما نم اجماع كامل الصافي مالية المديات والوتات متقاد هو المخلوق كان ضايع وذا اللي ملي حاضر له اضيع منه ولا تعرف ان هذه حفرة كاملة من السلسلة من شماء ونام ومرة يعود كميتهم كمية عندهم التحويطة وجبيتهم جبية ومرة تعود معهم شمال المتبرجة لتلاردين وفداء الدنيا ضوضاء لا تفرح هذا عاطاري مدي موريتاني عاد من الموت المسؤول تنصب عليه قبيلته جاي كي نظهر للحكومة وتظهر للرئيس وهذا عنكم ولدنا الغالي أصل بشيش أصل عالم مولانا لو أحرقت اجمعي ما في أحد يسند لهم خيري قل مش ضيعته صفكتور وكان لموارد باطلة وعاونتوه ينشر على المعاصي وحضرتوا الجنازة ما فيكم خير ومتنتوا ظهروا عند الموت وغريتوا الرئيس يعني ده شيطان ثاني وخليت وخلى الرئيس اللي دافع معاكم الطعم كاملين بيسر جماعة وبيسر وصي عالم مولانا اللي ولا يخس يا مديدة ما فيها مخلوق يبدل الناس الحقيقة إلا بيسر القوم وبيسر العشير عالم مولانا اللي لعنت الله على الظالمين عالم مولانا اللي خلع نزله أنا صحيت الليلة ما هو درس أنا الليلة صحيت الليلة كنت اني هامل ندرس لكم يا غالي يا عباد مولانا عالم مولانا عالم مولانا يذي المظاهر اللي تنكي وتؤذي يا شرطة ويا درك ويا حرس
ويا 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 حكومة موريتانيا، أرعاه من عند رئيسكم الأسقر واحد منكم من يوم لا مرد له من الله. يا عباد مولانا لعاة الرئاسة الدون ما تلحق على الرؤساء اليوم. المخلوق يتم تقاد نهار وهذا طائرة في رغرتوب في تونس. إذن 12 عسكر بقيادة رئيس القوات البري البادية كامل يرقبوا كامل كل هنجوم ويضوى وهم معدلهم الملك رماصنا في العزراي. إذن 12 عسكر ماشيين من مطار ومعروف انهم ما مفرطة في طائرتهم ومع ما اغني عنهم جمع. هذا من درش لهيس طائرة مرة ماشية بالعسكريين وتحطم بهم ومرة بالمدنيين وتحطمهم الخلطة ومرة السيارات يحطم ومرة تخطم قطر ومرة يركض فيها جيب عمر ومرة يتكي باطل هو قاعنا ومرة يتم يصوقين يبس. موريتاني طاري فيها موت الفجاعات محرمة عادنا الله. المخلوق يتم واحد ينزل مع واحدين مريا سليم مات. واحد ينزل مع مدى واتم يلعبها معاهم يرين داره يتكلم له يابس. واحد يصوق وطاع في الحكمة جاءوا موقفين وابا يوقف تخطاهم ما علموا انه هلوة لا يتقلب دفعوا لافتين هلا حيث من دشري العظومية. ما تلا عندها قاعدة يا عباد الله والشيطان عنده منين ينعث لك ينين تشوف رقاه مات وتجي له يتذكر يقول لك الشيطان انت بعد مثل 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 زيد زيد زيد. هذا الشويباني لما نترت في الخزو يتم دافعك انت في الويل كامل تلبك الراس. مولانا نقول لك انا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ثم هذا من عليكم مولانا بالليل جيتوا البيت الله. شوفوا مرة يقد يعود ما مولانا على المخلوق انه جاء لبيت الله اياك يهلكم. يا رب حمدك انت لين عتلك مولانا الخير معناها انك شاركة كرفو إما تعود لك سبب الهداية مجلس واحد أحضر يهديك مولانا بقية عمرك ما ترجع المعاصي. والله ما اللي تعود السماء أسمعك الله الحق يا غير ما وفقك التطبيق وتعود يوم القيامة تعزم عليه قال لك أطلع بعد أحضرت وسمعت بوذنيك وقال لك يا غير أنت ما مرجية لك الرواية. إذا معناها يا عباد الله هي مخلوق وفق والله المجلس واحد وسماع خير مرة واحدة يعملوا الله أبوك يعرف أنك بلاغ من مولانا في الدنيا ودور يمكن من وينقال شو مالك حضرت في حياتك من وقت فلان مالك سمعت مالك بعد تعرف انت في قلبك النهاية مالك ما ترجع لحد ما اعطيها لك رقبة. هنا التم اللي تزيد ماشي معنى انك ما يرجع لك وهي لا الصين تشوف لك لك. يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة. يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة. شوفوا الليلة ما درست لكم ما در خارج بعض المخالب خارج بعض المخالب اللي ما يحاني عني اسمال لقاء الله تضيق عليه الدنيا ما يتحمل ما يتحمل لقاء الله ونين يسمع لا إله إلا الله يبقى يتبع رأس ونين يسمع لذان يحاول يضحك مع صاحبه ولين ينقال ويشوف الناس دفعنا عبد المسيد يقوم بيخ بيخ ونشوف واحد كان دافعنا عبد المسيد وجنكة طار شو الحق الله راهو طار وانت اللي ما طحت يطيرك ما طيحك هو بعد طاحة في طاعة الله وكتبوا للملائكة انه من حاف خايف الله اكبر تفوت وانت الله اكبر ما تحرك وسمع الله لمن حمده ما تستجاب له ونداء الله ما يجيبك وجماعة المسلمين ما تكفر انت هو الخالق انت هو المقطوع عليك مالك فاضل. يا عباد الله اني لكم من الناصحين. هذا معكم انتم افصل فيه من يانا المتكلم يا غار احنا يا مولانا النو واتمروا بينكم بمعروف يا الله ما فينا حد يدخل فيه مولانا على الاخر يا الله كامري كنا يقذف ذاك اللي في جاشو شو لعل الله ان ينفع بكلمتي او بموعظتي أو بنصيحة نرجو الله أن ينفعنا وينفعكم وأن يجعل هذا الاجتماع بداية كل خير علينا وعلي والسعادة لا يشقى صاحبها وهو القادر على ذلك.
خارج مدى الدام ينفعها مولانا بكلمة واحدة ومجلس واحد ودرس واحد وليلة واحدة ولحظة واحدة وطشة واحدة من اللي عمره يتم ولاها قادي فيه نور الإيمان اللي يرقل منه وعود يتمنى وعود قاع عقل ويتمنى ان عود البيت كان قاع حياته كاملة لا واحد لا واحد ألقى شهر مولانا خايف منه يفلش ولقى شهر مولانا فارش فيه وعد مولانا يسلك منه لا خوف منه ما يفلش ألقى شهر مولانا فارش فيه يعذب ولقى شهر مولانا خايف منه يأمنه في الحديث أنا لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيام وإن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيام أنا ما نجمع لعبدي خوفين ولا أمنين إذا خافني في الدنيا نأمنه في الآخر وإن يفلش فيه في الدنيا نعذبه في الآخر يا مولانا أمنا 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 إذا أجبرت يا عباد الله عالم ما يبلغ يا الله يشفكم يا الله يشفكم به اللي مديور عليه من ما قام به ولذلك مولانا قال المدني تلفذ العلم ولا تقوم به ما مثلها ما هو بالحميد حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمهدل الحمال ومثل العالم اللي دين مولانا ما يبدلوا بالدنيا وحصل به شيء أنا له مثالته مثالة الكذب مثالته مثالة الكذب ورب العالمين إني أتمنك عالم عند أهل الدنيا ومولانا يقول إنك كذب هذا نسخ هذا نسخ الله يا ربي لا تخزينا يوم القيامة أيوة سمحوا لي الوقت انتهى من الليل وشم الوقت الوقت انتهى شوفوا أراني بارك فينا وفيكم طالبكم كان طالبكم ألا أنكم تموا تسألوا لي مولانا عن ظهري قد تموا تسألوا لي مولانا عن ظهري قد هي الدنيا اللارحي ما الدنيا تتواصل مولانا وتتعارف مولانا يا الله عود كلها سائحة خارج الأرض يعيدنا وعيدكم من الموتى الواحد منهم إلى مال ينقال وتنطرح شناس وينقال ذا منه ذا هو ما عنده مارض خير يقد يعبر عنه هذا المخلوق ما عنده رقم واحد في دين مولانا يمور بي بلا رقم هذا فلان منه هذا منه هذا راسي وتلعبوه لا ينقال راسي والله هذا منه هذه امرأة امرأة لا يعرف لها خير تذكره ورجل لا يعرف له خير يمور بي إلا أحمير ما عليه موسى ما تروح للناس شفته الدم سايل منه مقنبب هو منه إلا راجل قال إنه مات وهو صلوا عليه منه أهروا معهم الجماعة ما معروا بالجماعة لعاداك يموت والتهرى ما توقف إحدى المسيل ما قط الشاف آمن هذا ما هو معروف من الذاكرين الله كثيرا ما نظر آمن هذا ما هو معروف في العاب غني ما هو معروف بالصدقات ما نظر أهم الأدب ما هو معروف مثلا بأنه كان يلفت الناس للسيارة ويحصل عليها ما ذا المخلوق ذا هو تلوذ له الناس التبقيه كان هدك تموه بأي خير لا يعرف عنه خير هو كان موه مرة يمور على من أدب كان الشرطي الشرطي ايه وش تالب الشرطي ولا بوليسيته يابس نعم الأدب منه هذا كان في تريزوريا كان محاسب وش يحسب يكبر لا في تريزوريا لا يسبل لا من هذا منه هذا قط حاكم ش حاكم لا حاكم هذا من هذا منه هذا قط عاد وزير ايوه ايش داري بحب وزيرته يابس ما يقد يحصل له خير يشهد له بيه عند لقاء الله هذا من هذا مشره هذا دركي ياخذ دركي هو دركي لا كان يجدر مد ش عدل يدفع شور الشارع ويدير عليه لبس طول هو لبس ايوه ايش تارب مات ايوه ايش تارب هذا ما مش هذا كورونا ايوه جمع من قلعه ايوه ايش تارب من ذا كورونا داروا بعض نعرفه ايش تارب هذا والله ما هذا مخلوق مسيكين عندما احتاج الى ذكره له لا يعرف له خير يذكر به عند لقائه هذا روالكم عبرة هذا درس لمن كان له عقل اهلك واصحابك والناس الراقبتك جابتك النمسي والله جابتك الجماعة المسلمين وانت تبقي تشهدر بالخير
هو انت لذا تصدق مانك عالم بخير تقيت مورو لعباد الله. لا بعد قطعا موظف والله روح. هذا من هو؟ هذا الشريف. وش تالبها شريف وتو؟ هذا شرف صالح. صالح ليش؟ ما عرفنا. الله لا إله إلا الله. ما تعرف الرواية ليه تمور به؟ ولي القار ياسر بن ناصر السيخين يموت يسوى هو منه. هذه جنازة منه راجل. راجل ما افتطت لها راجل يابسه اللي هو لا يقضض يقضض برسه يلوذ له الراجل وتو لا اشكمن راجل. هذا مره نيزي امرأة الحقيقة اللي مسيه امرأة قال لكم امرأة اي ولا شهر راجل وتو لوالك مجبس على راجل امرأة اشتاربها ما نعالمي ذاك اللي احضر وهو يدعو لفيك المقاطعة والناس حاضرة معهم له له قالبهم يقبلوا يشهدونه لشهادة خير يعيبوا النفس. عالم مولانا يا ذا مخلوق فيه مول يدلع وينات ولا يدلع وينات. وعالم مولانا يا مخلوق فاته فرصة قد يحصل بها خير ما حد مازال قاعد هو ذاك مات ونقعد له يا الدنيا المزار ثم اجده يا الله من الآن في ذلك فليتنافس المتنافس كلها يا الله ينوذ لنفسه عنوانا يشهد له الناس به بعد موته. كانوا باطل قد يمور يعرف انه يوم من الايام يدور يعيط عليه انت هذا راجل امرأ مال الله يا مرة مسكر اللي يعودوا قاع عاسي يختاروا يمشوا بين عن المسجد اللي قد عود يعرف يعني العود كان همتاب يقيسوا مسجد كيف مثلا ميت في دار النعيم يقيسوا به بكات اياك اياك يقيس بلاي دخرة ما تعرف ولا تعرف الجماعة الجيد لعل إلى أن طرح يقوم واحدين يتمتون من المسيد هذا مكسور العمر ذا هذا مناد من اللص اللي كان واقر هذا مناد من كان من الأرضين ومتعبنا لهم يقيسوا بلاي دخرة به للمخلوق يعرفون وما هو له العرض على مدة عرضه بقى مدة اثنين كامل به اللي مخلوق راس الشر عليه إلى عاد من أمر الدنيا مطلع على أسعار وفجار ولص ومتعب الدنيا ولانك لاهي تطرحني منه ما قصره وشيء هذا القوة ومصطحن حتى ولي ورشي لك ومتعب الدنيا ولا عاد مسؤول ما تعرف ذاك اللي انت فيه ولا عاد بخيم فوق بيه كبير متبارك ضاع في الدنيا والله يحلم الله يحلم سابقين قال راشد امرأة يلي ذاك يعرف شراس يلي ذاك يعرف شراس هذا بعد قلت لكم مالكم تعرفوا كاملين وواضحكم كاملين وتسمعوه في المساجد والمبديات لعل ما دمخ يلا للصمد زين مخلوق كذا انا زاد نزلت تسوى عنه يقوموا لك المسيد داويين والناس كامله هذا فلان ولا مثل جاي خبرك الطفي خبرك المراه هذا عنكم فلان حقهم اللهم اغفر لهم ذي القلوب كلها اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارك عباد مولانا كلها قلبه من براس اللهم 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 باب الملك المعدل عليها الرنك من اللهم 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 بهذي ما حتى مولاي قال انك اذكر ما يذكر حد انك اذكر لانك راجل لانك غني بصفتك عن ذكورتك الى عاد تمرم اللي معروفه بشي متعدلين قال فلان كذا لغتنا اصل واخذت اللهم اغفر لها وارحمها زي ما هي محتاجه ما دام اذكر انها امراه بهاللي شغل الناس بصفاتها ما هو اللي صار لا هو اللي يقرص راسه لا هو اللي ضيع راسه يا عباد الله حد يعز حد يعز إني لكم من النصيحة واللي منكم يا عباد الله زنا وزنا 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 ولم يستحي من الله يا الله من الآن يتوب المولانا توبة صادقة إنه مات لا يزنى يا كان مولانا يدير باطي بوس مع والذين هم لفروجهم حافظون الفلك من عمره يا الله يستحى مسحهم من جنابة الحرام والنية أن لا يغتسل من جنابة حرام بعد ذلك أبدا يا اللي منكم عنده منتو والله قريبتو والله صحباتو يعرض أنهم متبرجات يا الله من الليل يطهر دار لأنه آذى الملائكة السنوات وآذى نفسه وملأ صحائفه يا الله يطهر بيت عود يخرج منهم الأشياء يرضى الملك يا الله عود دار يخرج من هذا الشطي يا الله كل هالليلة يحاول يصحح مع رب ما بهذه ما يعرف كان ليته التالي
يحاول يكهن مولانا يعدل ويبدل الله سيئاته بحسنات. يقلب يقلب يوف خالق واحد قط قال لي على انه غير كردان ديب غير كردان ديب سابق تاريخ يوف اللي اصلا مقرر في الساعة هذا الزمن الماضي. قلت له مغير هذا مشطط علاش؟ قال لي بها اللي فيها صورتي يخسع كارت الحيط ومسرت فجأة وقطعت ومزقتها وحتى نعدل واحدة جديدة. خايف اللي مثلا ما كان يعرفني مثلا كارت الحيطي اختار بطاقتي كافية من الشهادة علي بالسبب. اختار الصورة الماضية ما ترضي الملك نغيرها ما تكون باقية لأثر يشهد علي بالماضي السيء. لا إله إلا الله. ذاك الغريب اللي نعود شفرطي بالحيط وواقف في الشارع والناس خايفين على وتاته وخايفين من واحد يفنتوا يربع منهم الرشوة. يعني يفضل لك انك اخذ بالحيطك يظن من عرنك من رخيتك بالرشوة. نشوفك كارط ما يطمع قاع ولا هي بعد الارض ممروقة خلها كارط راهي بعد الحاسب بكاف. وانا نشوفك انك بالحيطك يعطيك تستحي من هو الزقبات اللي نبت. يا الله تعود عارف عرنك البس لبسة يا الله تلب الهيرتر راوركم انا قاعد البس درع من بازار ودار تحت تركي من الزقاج هذا النسخ. اني نلبس لبسة زينة تلب هذا اللي تحت اما تجن الله يلبس لو يلبسكوني بس الدرس. هذا الدرس هذا الدرس احرش الدرس احرش. قال والله ما قلت لكم شي من يا الله كان ينقل واشبه الصقع من القول الفئ يا الله مدت حوت كاملة ولا بعد الشابة حوت قصدنا به إلا مرضات الملك يا الله مدة كاملة يا عباد الله حوت كاملة. شنود المولان شنود المولان شنود المولان حق حق تغضب المولان وترضى المولان وتحب المولان وتؤذيه مولان مقابلة جابتها بعض المحطات. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سابق نجيس المقابلة قالوا إن إبراهيم خليل الرحمن ساعين به الله يا ربي كما شعلت أسماءهم حلوة عندنا رزقنا حلاوة الإيمان. الله يا مولانا كما شعلت أسماءهم تطيب بها قلوبنا طيب يا رب العالمين أحوالنا الدنيا والأخرة العالمين. خليل الرحمن قال انه قد صوروا حد قال له انت شبه زمين تكشن قال لهم اسعد اوقاتي امونا في شي قد جبرت في حياتي ذوك الساعات والله ذوك الدقائق اللي فوتهم في النار. الناس معاقبينك بالنار قال لهم انا عمري كامل والله قال لهم يمون شي قط لقته فيه طعم الحلاوة يكون قال لهم ساعات الفوت وانا مدير في النار لاني محبوس ومولا محبوس ومولا لاني مجهول في النار من اجل اعلاء كلمة الله. مولانا ذاك اللاني تؤذى فيه يحن عليك اح انت باط مجيك علي انا اصفى الملك الاكرم ولذلك قالوا من الشهداء يوم القيامة اللي منهم طاح جناحه انه يوم القيامة يركب وانه عود رافد ذاكم مقطوع جناح على صورة جناح ومرة وعود مبعوث الشهداء بعد يوم القيامة دمهم ماشي السيل تعود الناس تخرصهم يقولوا لونهم لون الدم وريحهم ريح المسك راش تلمسك وانت تراعي في الدم. قال واش بيهم اللي هالة عايد ومخطوطتهم ومنجومهم يتفخروا بهم في المحشر لأنك ذاك اللي وتعبت فيه مولانا يعدد لك يوم القيامة ضوية يشاور عليك به إياك ما تتقدم عنا. أهلا أولكم بعد ذي قالوا أنها مقابلة معادتنا مع رجال القاعي. الله يا ربي أغيذنا الله يا مولانا أغيذنا الله يا مولانا أمريكا التي عاتت وتشبرت وتكبرت وأذنا سلط عليهم قاصمة يا مولانا سلط عليهم من الآيات والبلايا ما لا قدر لهم إنهم آلوا أولياءك وأعلنوها حربا على دعاة الحق نسألك حربا من كلامنا ما ذقنا قال له طعما ما ذقنا طعما في حياتنا
ألذ وأطيب وأحلى في قلوبنا من هذه الساعة، لأننا ننظر ونعلم أن الله يرانا ونحن نعذب في سبيل. نحن بعد مشينا اللي على مرضاته هذا قلت لهم أغلى شيء كنا نتمناه. أيوة والغريب ما فيهم ما أحد يسلم ولا ينفع، نادم عنده الشماء أعلم من الله ما لا تعلمون. النبي تعالى عشيراني حقائق غيبية أعرف هو. لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا إلا صدقوني إن شاء الله من وراء الليلة نحن عدو كاملين عباد المولان إن شاء الله صادقين إن شاء الله صادقين. اللي منا الليلة حضر للمجلس ماكل إن شاء الله يعصى الملك. اللي منكم كان زاني مات ليزنا ورا الليل. اللي منكم كان عايش بالحرام مات ليعيش بالحرام. اللي منكم داره يطلص منها هذا من التبرج والمفتينات والمفتينين لا يسيطر عليهم من الليل. لعل ليلة واحدة تغير حالك، يغير لك مولانا أمورك كاملة، يبدل لك أمور تباتيك الليلة بعد قاع مسجل. يعود الله يقول للملائكة انظروا إلى عبدي سمع خيرا مرة واحدة، جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. المخلوق ترى أن ينتبه ويرجع المولانا، يقبل مولانا قبولا سريعا. من أتاني يمشي أتيته وهر ولده. المخلوق يعود حياته كاملة، حياته كاملة تقلب. إياك بعد الله بارك إن شاء الله بارك إيه بارك إن شاء الله تتمونك إن شاء الله نصلي وارك حال بعد قليل إن شاء الله إن شاء الله بعد قليل نصلي إن شاء الله. ايوه سمعتوا يا عباد الله اياك ان شاء الله كاملين سمعنا واطعنا راجي من مولانا اللي سمعنا واطعنا وشيرنا من سمعنا وعصينا ويلا لي مزيان عندي اللي مك يلا لي مزيان عندي اللي مك متبرى من الليلة يصبح من اكبر الدعاء داري بلغني مولانا يحمر عينه في الفساق ان شاء الله باش تعرفوا على انها والديار اللي يفسركم وهذا الخلق اللي يفسركم عالم مولانا حتى الى عاد علماء حتى الى عاد علماء. يا اللي نقول لكم يا عباد الله ما نكذب فيه ان شاء الله ما يحرك واحد منكم يقول لا اله الا الله من قدر الشر ويوخى عليه مخلوق من جميع الشوارع اسوا منه ما بقى حاير فيك هو اصبح مخلع منك وبحر لا اله الا الله ما هو متعود من حد من قطر يقول لا اله الا الله. وعالم مولانا ما فيكم ما احد الا قليلا له يرفع صوته ذكر مولانا في الليل ما صرف الديار اللي يزروا يسولوا الدار شطران ونين تفطن داركم تسول الدار اللي يزر هذا اللي طرالي حسب ذكر مولانا. ذاك معناه اعلنها بعد ما هي متعوده منك ذكر مولانا وللديار ما هم متعودين منهم ذكر مولانا. ولا تذكر مولانا في قرص سيارتك ما شبوا فيك الركاب اللي معاك ولا تذكر مولانا حتى ما تطرح مصحف على بيروهك لبيروهك ويدخل عليك الوقت ما فطنت لاصحابك يخرصون ولا انت موالك ترى قعدت من الدعاء انت بعد من الدعاء حق الله تضحكوا في على اني طارح كتاب الله يدير وزري. ام المؤمنين عائشه كانت انت ترقد تقبل مصحف وتدير على قشوش انت لترقد تطرح كتاب الله على صدره اي عنكم من المؤمنين اللي انت تتهم بالزنا ما يذكر مولانا الرد عنها على المخالق انما يرد الله عنها في كتاب حق الله نطرح المصحف معاي مكتبي تصبح انت تضحك اللي كتاب الله جعلته وراء ظهري ما تديروا معاك ولا تتحمل حد شوفه معاها ايوه كافيها انا تمداني نتفقد نفسه نهينا ختموا بالدعاء عودوا كاملين يا عباد الله دعاء لا ترحل لا تتنسمع حد منكم يقول الدعاء حد قال من الدعاء لك معناها انه ضيع راسه عودوا كاملين دعاء الدعوه ما تنتكل على حد عودوا دعاء كاملين دعاء سمعتوا ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أرجو من الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في هذا المقام أن يجمعنا وإياكم وشيخنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في دار قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها نرجو ذلك من الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن علاج كان يقول الشيخ هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، يقول من أراد أن يخفف عنهم ثقل يوم القيامة فليكثر من قيام الليل. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال أحد العلماء اللي ناقل كلامه أظنه قد أخذ ذلك من القرآن وبحث في القرآن وقال رأيته في آية واحدة من القرآن. يقول ربنا جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تصيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال العالم هذا لأنه أخذها من هذه الآية، ولأن ما دام ربنا جل وعلا يدرب نبيه على قيام الليل ويأمره بقيام الليل من أجل ماذا؟ من أجل تحمل الأثقال، وهو تحمل كتاب الله جل وعلا. فإذا كان تحمل الكتاب الثقيل هو علاجه وقيام الليل، فما بالك بمشاكل الدنيا والآخرة؟ فحلهم هو في قيام الليل. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقبل دبوس الثوب يطرحها بسره ويقول والله الذي لا إله غيره لأزحفن، يخاطب نفسه، لأزحفن بك إلى الله زحفا حتى يكون الملل والكلل منك لا مني. فإذا ما كد وتعب يقبل الدبوس عجاب الليل ويخبط بها الصاقو ويقول لنفسه أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هؤلاء هم الرجال، هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يكن في زيهم رجل. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يسبحون الله بكرة وعشية. وحجلها لمقابلة غريبة مع المجاهدين، فيه أمرأة في المجاهدين الشيشانيين، أمرأة شيشانية، وجاءها واحد من شيوخ الجهاد في الشيشان عربي وقالها على أنه يدورها يتزوج بها. قالت له أنها شرط عليه شرط واحد في هذا الزواج، شرط عليه شرط واحد شنه؟ هو على أنه لا ينثني أبدا أمام العدو في المواجهة. ما هي شرط عليه من الشروط؟ يكون على أنه لا يجي مطرق، يجي مطرق ألا في وجهه وطف قصه، ولا يعطي أبدا ظهر، ما يعطيه أبدا للأعداء في المواجهة. هي شيشانية عنكم، روسية أصلها، وهو عربي واحد سعودي لنخطبها. قالت له شرط عليك هذا الشرط واحد. ووحدة قاع من الصحابيات تعرف أنها قاعدة شعرت مهرها الإسلام، ولا أريد أن أطيل عليكم فأحيل الكلمة للشيخ ليختم، فلولا أن يختم ولولا أن يبدأ فليختم بالدعاء جزاء الله عنا بأحسن جزاء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا واب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم، سألك اللهم بذلك كله لا تنعمنا من بل إلا غفر، لا تنعمنا من بل إلا غفر. يا ربنا لا تلعنا من بل إلا غفر، يا ربنا لا تلعنا من بل إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته. يا ربنا لا تترك لنا هم إلا فرجته عاجلا غير رائي. يا ربنا لا تترك لنا هم إلا فرجته.